حقيقة أنه ما في شك أنه الحكومة المصرية بقالها فترة بتولي اهتمام كبير بالصعيد وبمدن الصعيد في كل المجالات، في توسع هائل هناك، إذا كان المجالات السياحية أو تمديد للطرق هناك، الاهتمام بالإنسان وبالقرى هناك اللي أكثر فقراً، بنشوف حياة كريمة والارتقاء بالريف المصري، بنشوف أيضا إنشاء المدن السكنية والاهتمام بالتعليم والصحة. طب خلونا نتكلم بشكل أكبر وأكثر تفصيلا عن الصعيد والملفات اللي معانا النهاردة من الصعيد نعرضها على حضراتكم، بس بعد هذا الفاصل. من جديد برحب بحضراتكم. يمكن قبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم عن التنمية التي تحدث في الصعيد في مختلف القطاعات والمجالات، إذا كانت الصحة، الطرق، الحياة الكريمة التي توفر للمواطنين، في محاولة إن احنا نقوم بالوجه القبلي بشكل أو بآخر من مؤسسات الدولة المختلفة. احنا حابين النهاردة نركز على قطاعين بعينهم في الصعيد واللي حصل. وزارة الشباب والرياضة مؤخراً كانت نفذت عدد من البرامج الحقيقة بتهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في الصعيد والشغل مع الشباب هناك في الصعيد من خلال برنامج رياضة من أجل التنمية اللي بيهتم بتنمية المهارات الحياتية لفتيات محافظات الوجه القبلي. وأعتقد أنه الاهتمام بالفتيات على وجه الخصوص هو أمر هام جدا، لأنه الفتاة يعني خلينا نقول أن هي عمود مسؤولة عن كثير من مسائل تنظيمية في الحياة بشكل عام وأكيد في الصعيد بشكل خاص. على الجانب الآخر الحكومة شغالة على إنشاء منتجع طود لتنشيط السياحة في الصعيد. خلينا نتكلم دلوقتي أو نبتدي بمحور تنشيط السياحة في الصعيد وما الذي يحدث هناك إذا كان في هذا المنتجع أو غيره. معنا عبر الهاتف الدكتورة سهى بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة. برحب بحضرتك يا دكتورة. دكتور سوا حضرتك سامعيني يا فندم؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال، هنرجع تاني. زي ما كنت بقول لحضراتكم الحقيقه انه الصعيد ملف كبير جدا، ملف هام جدا، بقالنا سنين شغالين عليه لانه كان في فتره من الفترات كان في ارقام واشارات بتدل على انه هذا الجزء من جمهوريه مصر العربيه كان بعيد عن التنميه وعن الصناعه وعن الارتقاء بالقرى المختلفه في وجه قبلي. ولكن الحقيقه انه زي ما قلت لحضراتكم ملف الصعيد هو ملف كبير جدا. حبينا النهارده نركز بشكل خاص على ما الذي يحدث من خلال عمل وزاره الشباب والرياضه تحديدا مع فتيات الوجه القبلي. يمكن انا دايما بشوف انه المهم في الفتيات اذا كان في الريف او الوجه القبلي الزياده السكانيه اللي جايه من هناك لما تعلمها وتديها حقها في الدراسه وفي العمل وفي الرياضه، اعتقد ده هيسهم بشكل كبير جدا في تنظيم الاسره وهي تنميه الانسان. ودايما الحقيقه نحن بنتكلم على هذه المناطق اذا كان الوجه القبلي الريف القرى المختلفه في مصر، بنتكلم او بنقول انه كلمه السر دايما هي التنميه. اذا كانت التنميه على الارض من خلال السياحه، الصناعه، العمل، الارتقاء بالقطاعات المختلفه، او حتى الانسان واهمها دايما بيكون الانسان. خلونا طيب نتكلم عن السياحه في الصعيد. دكتوره سهى بهجت المتحدث باسم وزاره السياحه معنا مره اخرى. يا دكتوره برحب بحضرتك. في مشكله دكتور؟ مع حضرتك سامعيني؟ انا سامع حضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. خليني اعرف من حضرتك بدايه جهود وزاره السياحه في تنشيط وتنميه الحركه السياحيه في الصعيد، هل ممكن نشوف صوره اخرى للسياحه بعيدا عن الاقصر واسوان هناك؟ اكيد يا فندم. يمكن جهود تنشيط السياحه في الصعيد بدات حضرتك من اول مبادره عيد اللي هي ابتدت من شهر يونيو حتى اكتوبر 2020، ودي كانت بدايه لدمج السياحه الثقافيه بالسياحه الترفيهيه وتشجيع الناس على انها تزور الصعيد في الصيف وليس في الشتاء بس كما هو معتاد. وبالتالي كان في مجموعه من الحوافز اتقدمت واهمها طبعا التخفيضات على المواقع الاثريه والسياحيه اللي موجوده هناك. كانت الحقيقه يعني بدايه ترويجيه جيده، اول مره كانت حتى الان برضو الترويجيه بتشمل مبادره شادي في مصر، يمكن حضراتكم اكيد كلكم طبعا متابعينها وكلنا بنتابعها. المبادره دي برضو بتشمل جميع المدن السياحيه وعلى راسها مدن الصعيد لان ده الموسم السياحي
الهام في محافظات الصعيد، وطبعا في تخفيضات كبيره جدا سواء كان على تذاكر الطيران الداخلي او على المزارات السياحيه والاثريه والمتاحف اللي موجوده في هذه المناطق كلها بنسبه 50%. ده غير طبعا الافلام الدعائيه والترويجيه اللي بتتم، وكل يعني الوسائل اللي ممكن تخلي او تجذب الزائرين لزياره. دكتورة الصوت متقطع، لو حضرتك ممكن تغيري المكان عشان الشبكة هنا كويس يا فندم؟ معلش أفضل. أنا أسفة. لا يا فندم أنا بعتذر لك، اتفضلي لا اتفضلي. طبعا يعني لو هنتكلم برضو عن جهود يعني الدولة في توجيه أو يعني تنشيط السياحة في الصعيد، هنقول إن مجموعة من الأعمال بتتم حاليا يعني في كل الأماكن. طبعا قلتي الأقصر وأسوان، لا هو في مدن كتيرة جدا حقيقة في الصعيد دلوقتي توجه بالاهتمام وتنميتها وخصوصا في المجال السياحي. يمكن نذكر أهمهم في الوقت الحالي مشروع إعادة اكتشاف التراثية، وطبعا المشروع ده يعني بيشمل تطوير كورنيش النيل هناك وتطوير معبد إسنا والسوق، وفي نفس الوقت انشاء يعني مرسى سياحي او يعني تطويره بما يناسب الخدمات السياحيه. طبعا الحاجات دي كلها بيبقى مقصود بيها ان يبقى في خدمه سياحيه جيده، وفي نفس الوقت كمان تاهيل العنصر البشري اللي هيخدم في هذه الاماكن ووضع كل الامكانيات اللازمه لاستقبال السائحين والزائرين. بالتالي في حركه كبيره جدا بتتم في اماكن كثيره جدا ومحافظات كثيره في الصعيد، ليس فقط في الاقصر واسوان. زي ما قلت لحضرتك في اسنا، في كمان في المنيا مشروعات ان شاء الله سوف تكون في الفتره القادمه بالتعاون مع شركاء التنميه من دول اخرى مثل المعهد الهولندي لتطوير منطقه اثار بني حسن. وبالتالي المناطق دي كلها هتكون نقطه جذب كبيره جدا على الخريطه السياحيه. وبيتم التعاون مع هيئه تنشيط السياحه في هذا الشان بحيث انها يتم تجديد الخريطه السياحيه والاثريه علشان هذه الاماكن دي كلها. دكتوره خطط مستقبليه في الصعيد صحيح؟ يعني احنا دلوقتي شغالين بشكل اكبر على الاقصر واسوان، بس اسنا وغيرها من المدن اللي حضرتك ذكرتيها دي خطط مستقبليه، ونوع السياحه هناك السياحه لو نقدر نقول عليها المزارات والشكل الزيارات للمواقع الاثريه بشكل اكبر. بالظبط يا فندم، هي طبعا السياحه الثقافيه، لكن احنا بنزودها او بندعمها بمجموعه من الخدمات السياحيه اللي هي ممكن تجذب السائح زي عشان ما تبقى مناسبه طول السنه. بالظبط، بازارات يبقى فيها منتجات معينه، يكون في خدمات، دورات مياه مناسبه، طرق ممهده، لافتات يعني ارشاديه، تاهيلها لذوي الاتجاه الخاص والاتاحه الحركيه والسمعيه والبصريه في الاماكن. طب ايه حكايه منتجع الطود يا دكتوره لو تشرح لنا اللي بيحصل فيه؟ ده طبعا بيقع تحت نطاق محافظه المعنيه بهيئه التنميه السياحيه بوزاره السياحه، هي المخطط فقط يعني يؤيد بوزاره السياحه. وبالتالي الصوت يا دكتوره بعد اذنك معلش. اي فندم كده كويس؟ افضل بكثير، اتفضل. يعني ان شاء الله هيتم عمل مخطط سياحي ليها بحيث انها يبقى فيها مجموعه من الخدمات واماكن الاقامه السياحيه لسد فجوه الطاقه الفندقيه في محافظتي الاقصر وقنا. وطبعا ده ان شاء الله يعني لما يكون موجود عمل بالتالي كثيره جدا لابناء المحافظتين او ابناء المحافظه انا اسفه، وفي نفس الوقت هيساعد على تشجيع حركه السياحه ان فعلا الطاقه الفندقيه محتاجه في هذه الاماكن. دكتور خليني اكلمك عن الفتره دي واستغل وجودك معايا. السياحه الداخليه هل فيها شكل من الاشكال اللي انت عايش بشكل او باخر في خلال او في اطار الجائحه، والسياحه متاثره في العالم كله، السياحه الداخليه في مصر فيها ارقام افضل؟ طبعا هي بتتحسن، انا مش هقول لحضرتك يعني انها في احسن معضلاتها، وفعلا بعد الاعلان الجيد عن مبادره شادي في مصر وان يعني بدا التنويه ليها في كل وسائل الاعلام، فالناس بدات تعرفها مع اجازه نصف العام الدراسي اللي هي انها تتحرك وتروح وتدور، وفعلا معدلات التحركه بدات في تحسن كبير جدا. انا بشكرك يا دكتوره، وشكرا جزيلا للدكتوره سهى بهجت المتحدث باسم وزاره السياحه.